أهلا وسهلا بكم. اليوم سنتعلم كيفية الوصول إلى طريقة تخصيص أي قالب ووردبريس. في الفيديو السابق قمنا بتخصيص أو قمنا بتثبيت قالب معين، فإذا قمت بالذهاب إلى تخصيصه سنلاحظ هنا وجود بعض خيارات التخصيص المألوفة بالنسبة لنا، مثل هوية الموقع، الألوان، قوائم، وجهات. فهذه الخيارات تقريبا ستجدها في كل القوالب، وللتو تعلمنا كيفية تخصيص هذه الخيارات، فلا داعي لتعلم المزيد، فنحن نعلم كيفية تخصيصها. ولكن هنالك خيارات أخرى نلاحظها إضافية تجدها في كل قالب لم نتعلمها ولم توجد في القالب الافتراضي، فكيف يمكننا معرفة كيفية تخصيص هذه الخيارات؟ الطريقة الأولى وهي الطريقة العشوائية أن نقوم بالتعديل على هذه الخيارات بشكل عشوائي ونرى النتيجة على الصفحة الرئيسية، وبالتالي نفهم عمل هذه الخيارات. أو يمكننا الذهاب إلى صفحة هذا القالب في مكتبة ووردبريس. إذا قمنا بتثبيت هذا القالب إذا قمنا بالحصول على هذا القالب من مكتبة ووردبريس، فيمكننا الذهاب إلى تلك الصفحة ورؤية منتدى الدعم والتحقق إذا كان هنالك دليل استخدام لهذا القالب أو كيفية تخصيص هذه الخيارات. فسنذهب الآن إلى موقع ووردبريس هنا، فهذه صفحة القوالب في موقع ووردبريس. سأقوم بالبحث عن القالب الذي قمت بتثبيته، ها هو. سأذهب إلى صفحة القالب ومن ثم سأذهب إلى سأذهب إلى رؤية الدعم أو مناقشة الدعم أو منتدى الدعم. فسنلاحظ هنا أن يوجد بعض الأسئلة موجودة هنا، قام مستخدمو هذا القالب بالسؤال عنها. أحيانا يكون يترافق مع قالب ووردبريس دليل استخدام، فمثلا في القالب الافتراضي هنا يوجد لدينا القالب الافتراضي في ووردبريس. إذا قمنا أيضا بالذهاب إلى مناقشة الدعم أو مواضيع الدعم، فسنجد هنا في أول الصفحة هنالك دليل الاستخدام، فإذا قمت بالنقر هنا ثم ذهبت إلى دليل الاستخدام سأجد أن آلية تخصيص كل خيارات القالب الافتراضي موجودة هنا. فإذا قمت بتتبع خيارات هذا القالب أو خطوات دليل الاستخدام، فيمكننا تخصيص كل الخيارات بشكل سريع وسهل. فإذن هذه هي الطريقة الثانية، هي رؤية دليل الاستخدام. إذا قمت بشراء قالب من مواقع مشهورة مثل موقع تيم فورست، ستحصل على دليل استخدام مع كل قالب قمت بشرائه. فمثلا هنا مثال على دليل استخدام بالفيديو كيفية تخصيص هذا القالب. إذا قمت بشرائه من هذا الموقع يقوم بشرح كيفية تخصيص خيارات هذا القالب بالفيديو، فإذا قمت بتتبع الخطوات بالفيديو ستخصص خيارات هذا القالب بكل سهولة. فإذا هذا كله لشرح اليوم. تعلمنا كيفية تخصيص قالب ووردبريس من خلال الذهاب أو البحث عن دليل استخدام لهذا القالب، من خلال رؤية منتدى الدعم والمناقشة والأسئلة التي قام الناس بسؤالها عن هذا القالب، وأيضا من خلال التجربة. فإذن هذه خيارك الأخير، أن تقوم بتجربة عمل هذه الخيارات ومن ثم يمكنك فهم آلية عمل هذه الخيارات. فإذن هذا كله لشرح اليوم، أتمنى أنه كان مفيدا بالنسبة لكم. ألقاكم في الفيديو القادم ودمتم بخير.